السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، اليوم متواجدين معكم مباشرة من طنجة. اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على جميع المواطنين اللي مجتمعين واللي متضامنين معنا على حسب تظاهرات ديال الأسعار والارتفاع الأسعار، أولا بالغاز، ثانيا على جميع المواد الغذائية الفواكه، وكذلك ارتفاع الأسعار بأنما عمل واحد الضغط على المواطنين. صبروا يوم يصبروا، والان في هذه السنه هذه ما صبروش. ثانيا قلت الخدمه، البطاله كثرت، وحنا عرفنا هذه النقطه هذه، والمواطنين ديالنا مساكن صبروا، ولكن مع الاسف ما صبروش. وخرجنا اليوم متضامنين كايد وحده، غادي نطلبوا من جهه الملك محمد السادس نصر الله يلقى لنا شي حل. اولا اخنوش غادي نهضروا معاه اليوم مباشره على حساب يدير لنا شي حل. اولا هو انقصنا من الاسعار، ثانيا الغاز مع الاسف غالي علينا، السكر كذلك طلع، الدقيق هو الاخير طلع، وحنا فين غادي نمشيو دابا؟ بني انتينا يلا في الصوت، وصلنا معك لست شهور وكيبا ندوزو حنا معك هاد 5 سنين هادي، يلا 5 سنين باقا ما دوزناهاش، يلا 6 شهور وصبحوا المواطنين ما باغيينكش، ما بغاوكش، ما حملوكش، ما قبلوكش. واحد الانسان اللي ما كيبغاهش المواطنين خاصو يمشي في حالاته اولا. ثانيا اليوم مجلس كاين ديال عندكم الحضور فيه، كنتمنى تلقى لنا شي حل اقرب سريع، كنتمنى نشوفوك بواحد الابتسامه وما تبقاش ترعد علينا. اولا دعم لنا واحد الحل باش المواطنين يرجعوا يبدلوا واحد السيستم العقليه ديالهم ويرجعوا عايشين فرحانين كناس. جميع الدول عندهم حقوق، الا حنا المغاربيين ما عندناش الحقوق، ما عندنا حقوق، ما عندنا والو. تاليا تقريبا الشعب المسكين في طنجة كله كيقلب على الخدمه، البطاله قليله، الكرا طالعه عليه، المعيشه غلات، كيفاش يعمل يدوز والله يحسن لعن اولا اللي عنده الاولاد، كيفاش يعمل يصرف على الاولاد ويخلص الكرا وزيد وزيد. الله العظيم الا وصلنا لواحد الحاله لا حال ولا يرثى لها. وملي كنقوا عليكم الهم كنرجعوا على المطار، قلات القلات والمطار قلا، من تمني قلا المطار، علاش قلا؟ وانت وكتعصب، انا وكنتعصب، ربي العالمين اصلا بيتو غادي تعصب. واش انت كتعمل لك فك حلا فك حلا يا خويا، كيعمل فك حلا فك حلا، قال لك المطار قلال، المطار قلال عليكم انتم اللي عيانين. اولا خصنا نعرفوا واحد النقطه، الانسان علاش كيصوت؟ كيصوت الا في شي واحد اللي في المصلحه ديالو، غادي يعمل المصلحه للبلاد، غادي يعمل للشباب. فين الشباب؟ فين يتمعشوا؟ والتكوين المهني اولا شنا قلال بزاف، ما بقاش البطاله حتى هي غابث، الانسان كان ديباني في البني، البني وقف، ما عرفناش فين غادي نزيدوا. وكنشكروا بزاف جميع المواطنين ديالنا اللي كيتضامنوا كيعملوا يد في يد، وخصنا اصلا المغاربه كاملين يتضامنوا، ماشي شي حاجه متضامنه وشي حاجه ما متضامناش. الا حنا مغرب نعملوا يد في يد باش تهضروا على الحقوق ديالكم. حنا ماشي حنا مثلا كنحركوا الشعب، حنا بالعكس كنهضروا على الحقوق ديالنا، كنطلبوا مواطنين يرجعوا الحق ديالهم، اي واحد يرضي على حقه. انا كمواطن مغربي وشكرا لكم، وشكرا للاذاعه الواقع اللي كتظهر لنا الواقع عبر المملكه، اشواقع عفوا، اذاعه اشواقع، كنشكركم بزاف، وشكرا على حسن التضامن ديالكم، والله ينسى سيدنا. نعم دابا اش غادي نقول لك؟ الا مشى عزيز اخنوش تقدر تحس البلاد، علاش ما تحسش البلاد؟ كل واحد سبحان، حيتاش الانسان ماشي عيان كامل، كاين العيان كاين المزيان، وكل واحد عنده فكره باش كيتمارس مع البلاد، كل واحد عنده الطموحات ديالو. دابا هذا حنا كنشوفوه طلع، ماشي طلع للشعب، طلع ضد الشعب، بان ما كيقول واحنا ما عندنا ما نديرو والو. لا خصك تعمل، علاش ما عاد دير والو؟ خصك تعمل انت، هو اللي طلعتي رئيس الحكومه، خصك تعرف شنو كاين. شكرا لكم، كان معكم عبد الرحمن الدقداق من اقليم الشوان، شكرا لكم على المتابعه واسم اللقاء، شكرا للاذاعه اشواقع.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.